باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. وصلنا في تأملاتنا في إنجيل مرقس وإحنا بنتعلم من ربنا يسوع المسيح كيف نسلك. وصلنا للإصحاح السابع وشفنا في الإصحاح السابع أن برضو الفريسيين عايزين يصطادوا السيد المسيح بأي طريقة، فجم مجموعة فريسيين جايين بقى إيه متسلطين من أورشليم وجايين له مخصوص عشان يكتبوا تقرير فيه مين ده الشخص اللي كل الناس بتتلم حواليه وعمال يعمل معجزات. فبن جواهم كده النية شر، يعني احنا جايين نطلع له غلطات. يعني عارفين لما يجي تفتيش في مثلا في مصلحة ولا حاجة، كأن الشخص كل ما هيلاقي غلطات هياخد يعني أجر زيادة، فبيبقى حاطط في دماغه أنا لازم أعلق على كام حاجة، يعني لازم أطلع غلطات يعني. فهم جايين مشحونين قلبهم شرير، فجوم عمالين يدوروا له على غلطة مش لاقيين. فقالوا خلاص التلاميذ بتوعه لما بيجوا ياكلوا بيغسلوا ايديهم كده اي كلام من اجل النظافة، لكن ما بيغسلوش بالطريقة اللي احنا معلمينها لهم في تقليد الشيوخ. السيد المسيح بقى امسكهم لهم تعالوا هنا بقى، يعني ايه اللي بتقولوه ده؟ تعبتوا الناس معاكم حاجات لا ربنا قالها ولا هي حاجة مهمة، وهي دي بقى الحاجة اللي هتدخل الناس الجحيم؟ طب تعالوا انتوا بتقولوا ايه للناس لما واحد يشتم ابوه وامه؟ بتقولوا له ايه؟ بتقولوا له كمل شتيمة بس هات لنا قربان ونقدمه لربنا وروح كمل عادي وخصمه، خليك مخصمه بس بقى جيب لنا باستمرار قرابين عشان ربنا يسامحك. بتضحكوا على الناس ولا بتضحكوا على نفسكم؟ فلقينا ربنا يسوع ابتدى ايه يتكلم بقوة، وعرفنا ان احنا نتعلم منه انه بقاله ست اصحاحات بيكلم الناس بمنتهى الهدوء. حتى الكتبوا الفريسيين اللي عايزين يصطادوه في حتة يوم السبت ولا العوايد ولا البتاع يقعد يستسمحهم ويداري عليهم ويكلمهم بالراحة، ومرة قال لهم بصوا حتى لو شتمتوني أنا مسامح، بس المهم ما تتجدفوش على الروح القدس لعلكم تتوبوا، ده الأهم. وشوفنا مرة بيشدوا عليه في الكلام راح مشبههم قال لهم معلش أنتوا زي العذراء، انتوا في غلاوة العذراء وغلاوة التلاميذ وغلاوة ولاد خالتي اللي يعتبروا اخواتي، بس مهم تسمعوا كلمة الله وتعملوا بيها. فكان حنين جدا. بس اخدنا مرة اللي فاتت بقى درس ان الواحد لازم يبقى فيه اعتدال ما بين الباك جراوند او البيز يبقى كله حنية وحنان، لكن في وقت لازم الواحد يبين للي قدامه خطأه فين وتصليحه ازاي، بالذات لو كان من النوع اللي بالرغم من الحنية الطويلة دي ما بيستجبش وعمالين بيتأمروا عليه ويجيبوا له ناس تطلع فيه غلطات كمان. فلازم ساعتها ربنا يقف زي السيف ويكلمهم بمنتهى الصراحة. بعد كده في الآية 14 يقول ثم دعا كل الجمع وقال لهم اسمعوا مني كلكم وافهموا. السيد المسيح لما يقول حاجة زي كده يعني هيقول دلوقتي قاعدة، مبدأ يعتبر نقلة في تاريخ البشرية إنجاز التعبير، يعني ليس شيء من خارج الإنسان إذا دخل فيه يقدر أن ينجسه، لكن الأشياء التي تخرج منه هي التي تنجس الإنسان. ليس شيء خارج الإنسان إذا دخل فيه يستطيع أن ينجسه، يعني ملهاش علاقة بالأكل، أكلت أكلة ولا أكلت نوع ولا أكلت كذا، مش دي الحاجة اللي هتخليك إنسان مش نقي وتوديك الجحيم، مش الأكلة. لكن عارف إيه اللي هيوديك الجحيم ولا يوديك السماء؟ اللي طالع من قلبك إيه؟ ما بداخلك يعني ما في قلبك، اللي طلع من قلبك أقدر أحكم عليك أنت ينفع تخش السماء ولا لأ، لأن من فضلة القلب إيه؟ يتكلم اللسان. فحسب اللي جوه قلبك اقدر اقول لك طلع في شيء ايه. واحد مره شاب قال لي حاجه جميله قوي، قال لي عارف يا ابونا الذكاء الاصطناعي اللي موجود دلوقتي ده بيكشف البني ادم. قلت له ازاي؟ قال لي انت عارف انك ممكن تكون مثلا الحاجات اللي بتعمل عليها سيرش كتير الكمبيوتر الموبايل او الكمبيوتر او النت بيعرف ان دي انت عايزها فبيجيب لك زيها كتير قوي، مش بس ساعات حتة زيادة معرفش صح ولا لأ، بيقول لي حتى الحاجات اللي في حوارنا العادي زي ما يكون السماعة بتاعة الموبايل تلقطها، يعني مثلا تبقى انت قاعد بتتكلم
على نوع عربية معين عايز تعرف بسعر كام. فيقول لي اجي ابص بقى في الاعلانات اللي جايه لي على الموبايل الاقي نوع العربيه اللي انا بدور عليه اسعاره بقت كام دلوقتي مثلا يعني. فقال لي انا بحس ساعات ان الموبايل ده هو اللي بيكشف قلبي لما الاقي الحاجات اللي طالعه لي قداس على الحان على ترانيم على معلومات مثلا، يبقى انا اليوم ده ايه او الايام دي انا ماشي كويس. الاقيه ابتدى يجيب لي حاجات العالم وحاجات، يبقى انا بدور على حاجات وحشه وهو عمال يجيبها لي تاني، بتكلم في حاجات وحشه وبيجيبها لي تاني، فزي ما يكون مرايه يعني. قلت له يمكن يا ابني، بس من غير الموبايل الواحد يحكم على نفسه. من فضلة القلب بيتكلم اللسان، ايه الكلام بتاعك بيطلع في صورة ايه؟ شوف كده النهارده من اول الصبح لحد دلوقتي، كان حديثك بيدور على ايه؟ واهتمامك بتدور على ايه؟ ده قلبك. أحلامك بتدور على إيه وأنت نايم أو وأنت صاحي بتحلم بإيه؟ الوقت اللي تبقى قاعد فيه فاضي في البيت، إيه اللي بيجي في بالك تعمله؟ ده قلبك، من جوه القلب بيطلع بره. فاللي ناوي يطلع بره ده بقى هو ده اللي هيقول أنت رايح السماء ولا مش رايح السماء، لأن الله ينظر إلى القلب. أما بقى لو كلت أكلة بإيدين مغسولة ولا بإيدين مش مغسولة، بطنك هتوجعك بس ملهاش علاقة هتروح الجحيم ولا هتروح السماء. فربنا يقول ايه؟ لكن الاشياء التي تخرج منه هي التي تنجس الانسان، ان كان لاحد اذنان للسمع فليسمع. يعني زي ما قلت لكم طريقه السيد المسيح يقول القاعده كده او يقول المبدا او يقول مثل، واللي عايز يجي يسال ويعرف تفاصيل اكتر ما يمنعهوش. فيقول لك ولما دخل من عند الجامع الى البيت ساله تلاميذه عن المثل. بالمناسبة لما تلاقي كلمة إلى البيت مش إلى بيت، إلى البيت يعني حاجة معرفة، أكيد ده مش بيت المسيح يعني، ما كانش عنده بيت، ليس له أين يسند رأسه. مال ده بيت مين؟ بطرس. بيبقى غالبا ده بيت القديس بطرس، أغلب الأباء قالوا كده يعني. ولما دخل من عند الجامع إلى البيت سأله تلاميذه عن المثل، قالوا له إيه الجملة اللي أنت قلتها؟ المثل الحلو ده ليس حاجة تدخل الإنسان لكن اللي يخرج من الإنسان، ده معناه إيه؟ فقال لهم أفأنتم أيضا هكذا غير فاهمين؟ هو أنتوا زي بقية الناس ما فهمتوش إلا أقصده؟ أما تفهمون أن كل ما يدخل الإنسان من خارج لا يقدر أن ينجسه؟ لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى الجوف. ده مش هيدخل لأفكاره ومشاعره ونياته، ده بيدخل للأمعاء. الجوف هنا يعني الأمعاء، بطن. ثم يخرج إلى الخلاء، يخرج زي ما يخرج، وذلك يطهر كل الأطعمة. يعني شوية شوية البطن بتفضى تبقى نظيفة وطهرة ومستنية الأكلة اللي وراها يعني، لكن ما سابتش جواها حاجة، جوه البطن حاجة مش طهرة يعني. ثم قال إن الذي يخرج من الإنسان بقى ذلك ينجس الإنسان. اللي انت طلع من عندك هو اللي ساب عدم طهارة جوه فعلا، لما تطلع كلمة شريرة سابت أخطيت وساخة جوه، لما تطلع شتيمة ولا غضب هي سابت كراهية جوه، بقى قابلني بقى لغاية ما نغسلها دي. لكن الأكلة زي ما دخلت حتى لو مش نظيفة خرجت وخلصت وسابت البطن طهرة. لكن المشكلة الحاجة اللي بتخرج منك بتسيب انطباع جوه على منتوب بقى وننظف، لا هي سابت عدم نظافة جوه. لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة، من الداخل يعني من قلوب الناس الأفكار بتطلع، يا إما زنا، زنا يعني كل ما هو نجاسة أو شهوة، كل ما هو غير مقبول إن الإنسان يتطلع إليه أو يفكر فيه، كل ما هو لا يخصه، فسق يعني تكديف على ربنا، قتل يعني كراهية للناس، سرقة وطمع وخبث ومكر، عهارة، عين شريرة. شوفوا العين الشريرة دي حاجة من جوه القلب، لأن هو نفس المنظر قدامك، ممكن لو عينيك بسيطة تشوف الحاجة الحلوة اللي فيه، ولو عينيك شريرة تشوف الحاجة الوحشة اللي فيه. دي عيون قلبك، عيون قلبك. أبونا بيقولها في صلاة سرية كده، أبونا بيقولها أنتوا ما بتسمعوهوش، بيقول يا رب طهر عينين قلوبنا. القلب ليه بصيرة بيشوف الأمور إزاي، دي حاجة علاقة بقلبك. العينين المكانتين دول يدخلوا زي ما دخلوا، مش ده اللي هيوسخ الإنسان.
لكن العين القلب هي اللي تنظف الإنسان أو ما تنظفوش، هي اللي بتحكم الحاجة اللي دخلت دي هفسرها إزاي. حتى لو شفت شر قدامي هقلبه أني بصلي لأجل هذا الإنسان الشرير ولا بدين هذا الإنسان الشرير. لو شفت قدامي يقولك لو طفل شاف مثلا واحد جاي يسرق برتقانة وجري، الطفل مش مفسر ان دي سرقة، هو شاف الحدث يعني تتابع الأحداث دخل في عينيه، بس هو من جواه مش فاهم ان دي اسمها سرقة، لسه مش فاهم. فملهاش علاقة باللي داخل، هي ليه علاقة بالدماغ شغلت ازاي. مش قصدي نفكر زي الأطفال، لأن القديس بولس قال لا تكونوا أطفالا في أذهانكم، بصوا الكلمة، ولكن كونوا أطفالا في الشر. يعني الشر اتعامل مع معاملة الأطفال، ما تفهمهوش، ما تسألش عن تفاصيله، ما تاخدش بالك، ما تقعدش بقى هو كان قصدهم ايه بقى، الخناقة كانت عن ايه، ليه هو الواحد لما يحمل كده بيحصل ايه، هو المنظر ده ايه، ما تقعدش تسأل، مش عايزين نعرف يا سيدي. دي اسمها معرفة الخير، ده كويس، دي اسمها معرفة الايه بقى، معرفة الشر. دي عين شريرة، تجديف، كبرياء، جهل. جهل، يقول لك هلك شعبي من عدم المعرفة. جهل يعني قلبك مش عامل مصفة بحسب اللي ربنا بيقوله، فكله عمال يعدي، لكن الإنسان الروحي عامل مصفة كده من عدم الجهل بما يريده الله، عارف ربنا يحب إيه اللي يعدي وإيه اللي ما يعديش يطرده تاني. جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان. تعال نقراهم تاني كده كم واحدة. من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة، الزنا، الفسق، القتل، السرقة، الطمع، الخبث، المكر، العهارة، عهارة يعني أنواع من الانحرافات الجنسية، العين الشريرة كده 10، التجديف، الكبرياء، الجهل، 13 حاجة ربنا قالها له. جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان. يبقى احنا لو ماشيين ورا السيد المسيح وعايزين نتعلم منه، السيد المسيح يعطي للناس مبادئ. احنا خدنا قبل كده ان السيد المسيح بيشرح بأمثال، في طريقة تانية السيد المسيح بيستخدمها انه يدي مبدأ كده value، وبعد المبدأ يقعد يشرح. احنا احبائي بتحكمنا مبادئ روحية، في مبادئ ما اقدرش اغيرها، اقدر اتكيف في السلوك مع المجتمع اللي انا فيه بس بحيث لا يغير من مبادئي. اقول لكم معناها ايه، يعني ايه نتعلم من المسيح التركيز على المبادئ. يعني مثلا واحد يقول لي بص يا ابونا انا مش عارف انتوا بتدققوا في حته مثلا ايه اللبس، ما هنا في مصر بنلبس لبس بره يعتبروه يعني قديم، او بره اللبس بتاعهم احنا نعتبره هنا ما فيهوش احتشام ويعني وحش قوي، هو ايه القاعده يعني. فاقول لك هي مش بطول اللبس كام سنتي والكم كام سنتي كده، يبقى انا قلبت حرفي. امال ايه اللي تتعمل ازاي؟ اعمل زي المسيح، المبدا، المبدا اسمه ايه؟ الاحتشام. الاحتشام ده مبدا، هيبقى في الريف غير في القرية، غير في المدينة، غير في مصر، غير برا مصر، لكن في كل الأحوال يجب على الإنسان أن يكون محتشما. تقيسها إزاي؟ السيد المسيح ما دخلش في التفاصيل دي، لأنه لو دخل في التفاصيل دي نقلب حرفيين وناموسيين، وده اللي هو عايز يحررنا من طريقة بتاعت الفريسيين دي. القصة مش كم سنتي وكم ملي، ومنكم أكيد خدام وخدمات، لما بناتنا وولادنا يجوا يسألوا عن التفاصيل دي لازم لو أنا تورطت معاهم وقعدت أقيسها بالتفاصيل برضو وبالسنتي وبالملي، لازم في نهاية الكلام يقول يا ميس بصراحة أنتوا بتدققوها قوي يعني فرسيين قوي. ساعات بيبقى عندهم حق، يعني نعم إحنا عايزين نحافظ على أولادنا وبناتنا ونديهم، بس الأفضل اديهم المبدأ، ولما يجي يسأل حبيبك قوي كده بقى اقعد اقول له بقى ايوه طبعا يا بنتي انت بنتي، انا بديك المبدا، الاحتشام، الحاجه اللي ما تعصرش اخوكي، اللبس اللي ما زي ما مثلا البابا شنوده قال ما لا يشف ولا يخف ولا مش عارف ايه، حاجه نفس المعنى كده، ثلاث حاجات.
لكن انت بقى لو بنتي اللي في البيت وجاي بقى تساليني على جنب، اقول لك اه يبقى نجيب من المحل الفلاني، بلاش ده نطوله شويه، ده نزود له ايه، هقول لك تفاصيل لو جاي تسالي. لكن في العام اقول مبدا، المبدا ما يتغيرش، التفاصيل بحسب المجتمع وبحسب الناس، لكن يفضل المبدا ثابت. علشان كده احبائي يصح ان احنا مبادئنا والفاليوز بتاعتنا تبقى واضحه في الحياه، يحصل اللي يحصل بس ما حدش يقدر يقرب من مبادئي. انا لما تيجي بنوته مثلا متقدم لها عريس، تيجي تقول لي بس هو بيعمل كذا وانا مش متعوز على كذا، هو كان صفاته كذا وانا نعتي كذا، انا ما بركز قوي في اللي يسموه البيهيفير السلوك، لكن بركز على الفاليوز، هو مبادئه تشبهك ولا لا، هو ده الاهم. واخدين بالكم من كلمه المبادئ اللي اقصدها؟ يعني هو مبدأه في الحياه ان الحياه الروحيه اهم من اي حاجه ماديه، كويس. لكن هو بقى بيحب الصوم، بيقلل من الاجبيه، بيزود من الانجيل، لكن بيحب العهد القديم، يعني نشوف. بس المبدا ان الحياه الروحيه اهم من اي حاجه، مبدا انه يعرف يفصل ما بين اهله من بعد الجواز وما بين البيت، ماشي، ده مبدا. لكن بيطبقوا ازاي ولسه ما مش عارف يطبقوا قوي وبشكل تدريجي، البيهيفير السلوك يتحل، لكن المبدا لازم يكون واضح. فالسيد المسيح كل ما يحاولوا يورطوه انه يقول تفاصيل يرجع هو للمبدا. لو خدتوا بالكم الفريسيين عمالين يتكلموا عن تفاصيل، المفروض يمشوا كام كيلو في اليوم السبت، المفروض يغسل ايديه كم مره ويشطفها من الظهر ولا من الوش قبل ما يمد ايده على الاكل. السيد المسيح كل ده مش فعل، انا هقول لك المبدا، وبعدين بناء على المبدا بقى نبقى نشوف نغسل كم مره ولا ما نغسلش، وهنا ينفع مرتين، لا هنا الاكل مش نضيف نغسله 10 مرات، هنا الاكل نضيف. بس انا القاعده العامه هو اصلا الغسيل ولا مش الغسيل، دي حاجه تفيد صحتك وامعائك، لكن ما تفيدش دخولك السماء ولا عدم دخولك السماء. فهمتوا الفكره؟ ثم قام من هناك ومضى إلى تخوم صور وصيدة. فين تخوم صور وصيدة؟ لو افتكرتوا الخريطة هتلاقوها على ساحل البحر المتوسط، والحتة دي كان بيسكنها الأمم مش اليهود، يعني ناس مش يهود، يعني مش بيعبدوا أصلا إله اليهود ولا يعرفوا الله الحقيقي. ودخل بيتا، أهو بصوا بقى يقول إيه هنا، ما يقولش دخل البيت، دخل بيت صور وصيدة، يقول دخل بيت، لكن في كفر نحوم دخل البيت، غالبا ده بيت بطرس، لكن دخل بيت وخلاص. بصوا، وهو يريد أن لا يعلم أحد فلم يقدر أن يختفي. يعني إيه يريد أن لا يعلم أحد؟ إحنا قلنا عايزين نتعلم من المسيح، إمتى يا رب أنت المعلم اللي جاي على الأرض عشان تعلم الناس؟ لكن في وقت من الأوقات لا، أنا مش عايز أعلم حد، أنا عايز أدخل بيت وأقعد مع التلاميذ، مش عايز أعلم حد. ليه؟ قد يكون ربنا نفسه يقعد مع التلاميذ شوية، خلوة، عايز يقعد يتكلم معاهم ويصلوا مع بعض. وزي ما بقول لكم السيد المسيح كان في منتهى الاتزان ما بين الخدمة وما بين الخلوة. خلوا بالكم من الاثنين اللي بحرف الخاء دول. الإنسان المسيحي يعرف يعمل توازن ما بين الاثنين، ما يغرقش في الخدمة، وحتى لو كانت على مستوى شفاء الناس والتعليم في المجمع ده المسيح نفسه، لكن لازم في وقت يسحب نفسه يقعد لوحده على الجبل او يقعد مع التلاميذ في بيت، يقعدوا يصلوا اجتماع صلاة ونقعد نتكلم مع بعض بهدوء. ففي خدمة وفي خلوة، والحقيقة الشخص السوي يعمل التوازن ده. فاكرين حضراتكم قداسة البابا شنودة يعمل ايه؟ كان لازم كل اسبوع يطلع الدير كله، بطرك الكرازة اللي وراه هم ما يتلم، انجاز التعبير، لكن لازم الاسبوع يبقى فيه جزء لربنا وجزء كبير عشان اعمل توازن ما بين الخلوة والخدمة. قداسة البابا تواطرس ربنا يديله الصحة يا رب، علمني حاجة لما قعدت معاه، قال لي بص يا ابونا انا مقسم اليوم 12 ساعة و12 ساعة، من 11 الصبح ل 11 بالليل خدمة،
من 11 بالليل ل 11 الصبح خلوة، محدش ليه دعوة بيا. من 11 بالليل أسهر مع ربنا زي ما أسهر، أصحى بدري زي ما أصحى، أحضر قداس زي ما أحضر، حتى لو خلصت القداس بدري لغاية 11 الصبح ما قابلش حد، أنا قاعد مع ربنا. ده الفكر المسيح، ده فكر المسيح. صحيح الخدمة في رقبته، بس لألا بعدما كرست لكل هؤلاء ها لا أصير أنا نفسي مرفوضا. أبونا تدرس يعقوب يحكي لنا عن أبونا بشويكام، يقول لازم أسبوعيا يطلع خلو أسبوعيا، وكان ياخدهم معاه بقية الآباء اللي اترسموا بعدي. ويا ما احنا لين عارفين صور كتير لأبونا بشوي كامل، زي ما ليه صور كتير وهو في القداس بيصلي أو غيره، ليه صور كتير قاعد في الصحراء كده وحاطط إيديه على رجله. أبونا تدرس يعقوب يقول كان يحب يروح ساعات المقابر، أبونا بشوي كامل يقول كان ياخد بعضه ويطلع عند المقابر، مقابر مين مش مهم، لكن مقابر يعني يقعد كده يفكر نفسه إن في يوم من الأيام كل الخدمة بجمالها بالكنائس اللي بيبنيها بالسمعة الجميلة بالمعجزات اللي بيعملها كل ده هيروح، وهيفضل في الآخر هو بقى قدام ربنا هيبقى شكله إيه، وكل ده هيبقى تراب. ففي وقت حتى لو كنت أنت خادم ناري وقلبك سخن جدا مع ربنا، لكن في وقت لازم تتعلم من مسيحك يصح إنك تحس إحساس في وقت أنا لا أريد أن أعلم، أنا عايز أقعد مع ربنا. هنيالك كده بقى أنت ماشي بطريقة مسيحية، مسيحية يعني زي المسيح. فلم يقدر أن يختفي، في واحدة هتيجي تفضحه دلوقتي، لأن امرأة كان بابنتها أنا آسف روح نجس. طبعا هو دلوقتي في سور وصيدة، يعني ناس أمميين، والأمميين دول اسمهم كنعانيين من أيام يشوع وهم لسه قاعدين. فاكرين يشوع لما دخل أرض الموعد عمل حروب مع الكنعانيين، قال لك الحق دي حرب إبادة، موت الكنعانيين حرام اللي بيعملوا الكنعانيين، ولا موتهم ولا حاجة، هي كانت حروب. واحد مرة حسبها لأهم الناس اللي ماتوا في حرب يشوع من بوينت فور، من بوينت أو فور لبوينت أو ون، من بوينت أو ون لبوينت أو فور من الشعب بتاع كنعان. وفعلا لأن احنا قعدنا سفر القضاء بعد يشوع كنعانيين موجودين، سفر صموئيل الكنعانيين موجودين، سفر الملوك الكنعانيين موجودين، لغاية قام السيد المسيح الكنعانيين لسه موجودين على الساحل عايشين. الحرب بتاعت يشوع دي كانت أريحة وعاي، وبعد كده جم ناس من الجنوب حاربوه، هم اللي جم حاربوه، وجم ناس من الشمال حاربوه، وقعد يدافع في الحتة دي ويحارب. خلصت القصة على كده، كم واحد اللي مات؟ بوينت مش عارف كام واحد، وصلها ل 1%، لكن في الاخر فضلوا عايشين هم، بس كلهم ما بيعبدوش ربنا. لكن الست دي سمعت عن المسيح وبنتها فيها روح نجس، طبعا لان هم حياه كلها وثنيه ولخبطه، كان بابنتها روح نجس سمعت به، فاتت وخرت عند قدميه. وكانت المراه امميه وفي جنسها جنسيتها يعني فينيقيه سوريه، اللي اسمها المراه الكنعانيه في انجيل متى اظن، هي الفينيقيين السوريين الكنعانيين الامميين كلها، السور والصيدويين كل دول نفس الحاجه. فسالته ان يخرج الشيطان من ابنتها، واما يسوع فقال لها دعي البنين اولا يشبعون، وراح قايل لها مثل دارج عندهم، ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. يعني معقوله ناس قاعده بتاكل كده وبعدين حاطين عيش ياكلوا، يشبعوا الاول وبعدين بقى ايه يبقوا يرموا اكل للبيتس اللي في البيت، لكن فوق الاول البشر اللي قاعدين دول ياكلوا. طبعا حد يقول يعني معقوله السيد المسيح يشبهها بالكلاب؟ لا طبعا انت فاهم، هو عارف ان الست دي في منتهى التقوى والايمان وعايز يظهر ايمانها ده، فبيعصر السفنجه شويه، جيب بقى ايه الخلاصه عشان يدي درس لكل الناس اللي موجودين. داود كان شبه الست دي، وقال مرة لربنا أنا دودة لا إنسان، ومرة قال لشاول على من خرج ليبحث ملك إسرائيل، على كلب ميت، ويشاور على نفسه. ده مستوى إيمان داود ده، فهو عايز يقول لهم كمان شوية الست دي جابت مستوى إيمان أنتم مش عارفين تجيبوه. فاكرين داود اللي بتحبوه
الست دي جابت مستوى انتوا مش عارفين تطلوها. مين فيكم يقدر يقول عن يشبه نفسه بهذا الاتضاع؟ وهنا هوريكم انها تقبل بقى. ويطرح للكلاب فاجابت وقالت له نعم يا سيد، يعني موافقه على الكلام، عندك حق، ايوه فعلا الكلاب كلاب كلاب. والكلاب ايضا تحت المائده تاكل من فتات البنين. فقال لها لاجل هذه الكلمه اذهبي، قد خرج الشيطان من ابنتك. فذهبت الى بيتها ووجدت الشيطان قد خرج والابنه مطروحه على الفراش، عيني يعني يبدو ان هي ما كانتش حتى بتقدر تنام على الفراش، دايما تتم تتشنج وتترمي في الارض، فاول مره تروح تلاقيها نايمه على السرير، يعني دي بالنسبه لها انجاز يعني. فرجعت لقاها نايمه على السرير والروح الشيطان ده روح النجس خرج منها والست اتشفت. يبقى هنا السيد المسيح اولا بيعلى بدرجه ايمان اللي قدامه، دي حاجه نتعلمها منه. يعني ممكن واحد يقول يعني انا بصلي الباكر وتالتة وسادسة وبالليل بصلي غروب ونوم زي الفل. طب بقالك قد ايه كده؟ بقالي 10 سنين متعود على كده من وانا صغير. فتلاقيه لما يجي لابونا يقول له وفين التسعة؟ فين التسعة ايه؟ هو ابونا لسه اللي قبله على طول كان بيبوس ايده عشان يصلي حتة من باكر وحتة من النوم، يعني يبقى كتر خير ربنا. لكن طالما احنا واصلين لمستوى الحته الست الحلوه دي، طب نعلى سن اللي قبلينا نوصل لباكر، لان هو بلاطه نعلى يا دوبك باكر. لكن طالما خدنا اكتر من كده طب ما نعلى اكتر. عدم الاكتفاء يعني الزياده في الايمان، نزود درجه الايمان جايبه قد ايه ونزود حته، ما عندناش حته الاكتفاء لحد ما الانسان يوصل لصلوا كل حين ولا تملوا. فالمعاد يعني لما نشوف السيد المسيح بيتعامل معاها ازاي، نقول ان السيد المسيح نطلع منه بخبره كده انه ينمي ولاده، يشوف بطرس يجيب قد ايه، لا يديله حته زياده شويه عن الطبيعي، ويصدره كده مثلا يقول له طب روح اصطاد سمكه وهتلاقي في قلبها اصدار، طلع الفلوس اصرف علي حاجه محتاجه ايمان. ايوه ما هو بيدرب بطرس على الايمان. فيلبس ده كان شخص، لما اللي منكم مثلا يدرس شخصية فيلبس يلاقيه كل كلماته دايما مليانة نظر. يعني لما قابل نسنائيل في يوحنا 1 قال لنسنائيل تعالى وانظر. لما مرة قال للسيد المسيح عندي طلب، قال له ايه؟ قال له أرنا الآب وكفانا. في مرة جم ناس يونانيين عايزين يشوفوا المسيح فرحوا له فقال لهم تعالوا انظروا. كلمة نظر دي موجودة كتير. السيد المسيح عايز يعلى بفلوبوس شوي. فجه يوم الخمس خبزات والسمكتين دونا عن كل التلاميذ، راح جايب فلوبوس قال له تعال ارفع عينيك وانظر، نقدر بقى ناكل الناس دول بقد ايه؟ قال له ولا ب 200 دينار. قال له لا سيبك من عينيك، عايزين نعلى بقى شوي، هات لي خمس خبزات وسمكتين وانا هناكلهم هناكلهم كله. فربنا يشوف الشخص وصل فين يرقيه شوي، جابوا ايمان وصل جاب لغايه انهي درجه ويعليه سنه. عشان كده احبائي يعني ايه، نسيب ربنا يشتغل براحته جوانا، هو عارف احنا بنيجي ازاي. ساعات يقرص حبتين وماله، ربنا ساعات يبقى عايز يزكي الواحد حب، ساعات الدنيا تضيق شويه وماله، سيب الدنيا تضيق شويه اكيد في حاجه هتطلع حلوه في الاخر. ربنا بينقي وبيكبر الواحد، مش عندك كلمة صغيرة نقفش، ده ربنا بيقول لها في وشها مثل صعب. تخيلوا لو في أبونا مثلا جه وقال لبنته مثل زي ده كده مثلا، تخيلوا مثلا بنت داخلة لأبونا وأبونا يقول لها، تقول له ممكن أبونا تديني لقمة بركة من على المكتب، يقول لها لا لقمة البركة دي معمولة للخدام، لكن الناس اللي اي كلام ما ياكلوش من القربانه. تخيل لو واحد، لو ابونا قال كده لواحد اي كلام ما قالش حتى للكلاب، دي هتبقى اخر مره تدخل المسيحيه، مش الكنيسه، اخر مره تدخل المسيحيه بشكل عام. لكن احنا احبائي نسيب شويه ان الخدمه تضغط علينا شويتين وماله، الظروف ممكن يحصل شويه ضيقات، وكل واحد بقدر ايمانه وبقدر الدرجه اللي هو فيها. يبقى دي نتعلمها من السيد المسيح
في الجزئية دي. تعالوا نشوف في الآية 31. ثم خرج أيضا من تخوم صور وصيدة، يبقى مشي من عند الناس اللي هم الأمميين دول، وجاء إلى بحر الجليل، يعني رجع تاني شرق. لو أنتوا فاكرين الخريطة، بحر المتوسط سابه وراح ناحية بحيرة طبرية، بحر الجليل اللي هي بحيرة طبرية اللي عند نهر الأردن. ها فاكرين الخريطة شوية؟ يعني الست دي تعتبر زي السامرية، هو راح لها مخصوص، وقصد الكتاب يقول انه ما علمش حد خالص، يعني هو مش رايح عشان يعلم، فكأنه رايح عايز يقعد مع التلاميذ في خلوة وعايز يقابل الست دي. كنا قاعدين مع احد الاباء الاساقفة، فقعد حكى لنا كم حكايات عن قداسة البابا شنودة ربنا ينعم نفسه، من كتر حلاوتها يعني متلاحقة مش قادر افتكر قوي غير واحدة ومش قادر افتكر تفاصيلها. بس قال لنا ان مرة كان مع البابا شنودة واخده من هنا بالعربية بتاعته، هو راكب معاه ورايحين حتة اظن في طنطا في الغربية يعني، فهناك قداسة البابا مش عارف كان هيدشن كنيسة ولا هيفتتح حاجة ولا بتاع. وبعدين بعد ما خلصوا راح منادي سيدنا، يقول كنت لسه راهب او مساعد للاسقف بتاع المكان، فقال له انتوا عندكم هنا في بيت عم فلان؟ قال له اه. قال له في ست ام فلانه؟ قال له اه عارفينها. اه طب انا عايزك توديني ليها. توديني ليها في ايه يعني؟ قال له دي من حوالي 15 سنه جت وكانت وصتني على حد من عيلتها ان انا اصلي له، وانا الموضوع في دماغي وكذا مره احاول اتواصل معاها مش عارف اوصل لها خالص، فانا حطيت في دماغي ان لما اجي عندكم اسال عليها انا عايز اروح لها. من 15 سنه قالت له صلي لي عشان خاطر موضوع، وخدوه بالعربيه ووصلوه للست اللي ما حدش يدخل معايا. طلع قداسه البابا شنودة يطلع عند ست يقعد في البيت، وقعد زي ما قعد ونزل ركب العربيه ومشي ومحدش عارف كان بيقول ايه. 15 سنة قالت له صلي لي عشان الموضوع الفلاني. حاجة تعقد صدقوني بابا شنودة ده، بس اللي يعرف تفاصيل حياته يتعقد فعلا. الآباء الواحد بيتشبهوا بالمسيح، أصل الواحد كل ما يصلي كتير ويقرب لربنا كتير غصب عنه دماغه بتبقى بتفكر بالطريقة بتاعت أروح للكنعانية، أروح للسامرية، مش عارف إيه. فهنا خلص السور وصيدة، رجع عند بحر الجليل في وسط حدود المدن العشر. لو تفتكروا شرق بحر الجليل الحتة دي اسمها المدن العشر اللي كان قابل فيها مجنون كرة الجدريين اللي خدناه قبل كده. مفيش مشكلة خلاص. طب المرة دي هيقابل مين؟ وجاءوا إليه بأصم أعقد. أصم أعقد يعني إيه؟ الصم والبكم. أصم ما بيسمعش، أعقد لسانه كانوا يسموا اللي مش عارف يتكلم، كانوا بيقولوا ده يظهر لسانه معقود، فيسموا اللي ما بيسمعش وما بيتكلمش أصم أعقد. انتوا عارفين اللي ما بيسمعش أصلا ما بيتكلمش، لأن هو مش عارف يقلد إيه، ما هو ما سمعش قبل كده الكلام فما يعرفش يتكلم، فعادة بيجوا مع بعض. وطلبوا إليه أن يضع يده عليه. صلي للرجل ده. بصوا الجزئية دي صحيح حلوة قوي. بصوا السيد المسيح لما يجي حد تعبان كده ويطلب منه حاجة بيعمل معاه ايه؟ فأخذوا من بين الجمع على ناحية، يعني هم جايبينه وسط الفرجة كده، اشفلنا بقى الراجل ده. السيد المسيح ازاي تحرجوه كده يعني؟ تعال يا حبيبي. راح واخده من بين الجمع وراح على ناحية، يعني ملكش دعوة بالناس دول، ما فاهمين حاجة، انت اخبارك ايه؟ عايز يقول له كده، بس هو ولا بيسمع ولا بيتكلم، فهتشوفه هيعمل معاه ايه. بصوا الجمال في الجزئية دي. ووضع اصبعه في اذنيه، يعني فلنفرض ان هو واقف قدامي كده، راح السيد المسيح حاطط ودانه يعني ايديه في ودانه، وتفل ولمس لسانه، يعني قال له انا عارف انت اللي وجعك دي ودي، بس هو مش ينفع يقول له بالكلام لانه ما بيسمعش، ولا هيعرف يقول له قول اؤمن، ما هو ما بيقولش، فهو لازم يتعامل بطريقه الصم والبكم على قد اللي قدامه، على قد ما بينقي اللغه اللي يفهمها. ف
فلغة الصم والبكم. فقال له أيوة دي اللي وجعاك، أنا عارف، ولسانك ده اللي وجعك. ورفع نظره نحو السماء، اللي فوق ده هيشفيك، عايز يقوله اللي فوق، بس لو قالها له اللي فوق ده هيشفيك ما مش سامع حاجة الرجل. يقول له دي وجعاك أنا عارف، ودي كمان وجعاك، أيوة السماء هي الحل هناك. وأن يعني إيه؟ يعني يا ابني حاسس بيك، توجع له يعني، كرمش على عينيه كده. وصل إيه للراجل؟ ايوه اللي قدامي ده فهمني، اخيرا لقيت حد انا طول الناس ما اتحرك بقها قدامي ولا انا فاهم بيقولوا ايه، بس انا فهمت ده بيقول ايه. بيقول لي انا عارف ان ودانك ولسانك وجعينك، ربنا يشفيك، وانا حاسس بيك قوي. وان وقال له افتى، اي افتح، افتى سيد المسيح من دون من الجمل اللي ممكن يقولها كلها، اختار كلمه ليه؟ عشان الشخص اللي قدامه ده يعرف يقراها من الشفايف، افتى، فالراجل يقدر يفهم هو بيقول ايه. لكنه قال له انا هو يسوع الذي يكلمك، لك هل تؤمن بابن الانسان؟ الراجل شايف حاجات عماله تعمل كده، لكن لما يقول له كلمه واحده وكلها اختار السيد المسيح حروفها تكون تبان من الشفايف، افتى. حتى القديس مرقس راح مترجمها، لان احنا عارفين انجيل مرقس بيكلم الرومان ما يفهموش عبري، فهو قاصد يقول لهم ان هو اختار كلمه بالعبري فيها فه وته عشان تبان من اللسان، وكلمه واحده بس، وراح قايل معناها اي افتح. الراجل وصلت له المسج، الرساله وصلت، السيد المسيح طريقة التواصل مع الناس بحسب ما الناس بتفهم ايه، مش بحسب ما انا عايز اقول ايه. اللي قدامي ده بيفهم بانهي لغة اكلمه بيها؟ ما يقول لك عشان الكوميونيكيشن، عشان التواصل يحصل، انت محتاج مرسل ورسالة ومستقبل. المستقبل ده مهم قوي ان الرسالة يعرف يفكها. لو انا كاتب له رسالة بالصيني هيفهمها ازاي؟ لو انا بفهم صيني والرساله بالصيني لازم ده كمان يكون بيفهم صيني. فانا هتكلم بالاشاره، والرساله عباره عن اشارات، لان اللي قدامي بيفهم الاشاره. ودي قمه احترام اللي قدامك، انك تعامل الطفل باللغه اللي بيفهمها، وتعامل الشاب باللغه اللي بيفهمها، وتعامل زوجتك باللغه اللي الست تفهمها، وتعاملي زوجك باللغه اللي الراجل عايزها، دي لغته. السيد المسيح ادانا درس، الراجل ده مجرد ما تعمل الصفات دي، ودانك وبقى كان عارف، لسانك الوجع كحبيبي ما تخافش، الشفاء هيجي من السماء، انا حاسس بيك قوي، يلا افتح. راجل اي اخيرا حد قال لي ايوه، وللوقت انفتحت اذناه وانحل رباط لسانه وتكلم مستقيما. فهم ان المسيح عايز يقول له انت موافق ان الشفاء جاي من السماء؟ ايوه ربنا قادر يشفيني، وانا مؤمن باللي انت بتقوله، انت كلك حب، انا فهمت رسالتك. وابتدى يتكلم، فاوصاهم كالعاده ان لا يقولوا لاحد، ولكن على قدر ما اوصاهم كانوا ينادون اكثر كثيرا، وبهتوا الى الغايه قائلين انه عمل كل شيء حسن. شوفوا الكلمه دي، يعني ما فيهوش غلطه، ده كل حاجه بيعملها بيرفكت. يجي يكلم واحد أصم يطلعها صح قوي، يكلم الكنعانية يطلع أحلى ما فيها، يكلم الفريسيين يظبطهم، على قد الموقف بيتصرف بطريقة مثالية، يعمل كل شيء حسن في وقته. اتقالت عن ربنا في العهد القديم، يعمل كل شيء حسن في وقته. جعل الصم يسمعون والخرس يتكلمون. الناس مش مصدقه نفسها، بس نطلع بايه من الحته دي؟ زي ما قلنا، طريقه تواصلك مع اللي حواليك. ابنك اللي نفسك تشوفيه بيجي الكنيسه ويحضر البصخه الاسبوع اللي جاي، بس انت ايدك على قلبك ما بيحضرش وما بيجيش وما بيهتمش. ايوه، ونفسك توصلي له الرساله، بس اخاف تكون رساله عماله توصليها بتضايقيه اكتر. وقد تكون الرساله سيبيه شويه. أقول لكم على حاجة مش هتعجبكم قوي، يعني في مثل الابن الضال، الابن بيرفكت يعني؟ مش بيرفكت، خد الفلوس وراح، الأب خرج له؟ خرج لهش، سابه شوية،
ايوه بس الدنيا هتلخبط، تلخبط شوي، انا هصلي له واقف على الباب، بس مجرد ما يبين بوادر بس رجوع افتح له الدراعين وادخله واعمل له حفله، لكن مش هقعد فوق دماغه. ابنك بيفهم انهي لغه؟ احسن تكون انت نيتك كويسه بس اللغه اللي بتوصليها مش جايبه نتيجه. لو كان السيد المسيح اخطيت يعني انسان عادي نيته كويسه عايز يشفي الراجل ده، فقعد يقول له انا جاي عشان اشفيك، قول لي بقى ايه اللي تعبك؟ النمر غلط، النمر غلط، ما بتسمعش مع نيتك كويسه. نفس الكلام يا احبائي ما بين الزوجين، 95% من مشاكل الزوجيه ميس كوميونيكيشن، سوء في التواصل. ده مش عارف ده بيقول ايه بالظبط، يعني يقصد ايه وايه الابعاد ايه الطريقه اللي تحسسه اني بحبه وبيحب بعض. مفيش اتنين اتجوزوا غالبا غير بيحبوا بعض، بس هل يا ترى عارف يوصل لها انا بحبك؟ وعمال يوصل لها رسائل كلها انا بكرهك، بس هو من جواه انا بحبك، بجيب فلوس، يعني مش لغتها خالص. بقعد 3/4 الوقت بره البيت عشان اامن مستقبل الولاد. نيتك كويسه بس النمره غلط، مش دي نمرتها، تطلب رقم تاني. هي عايزاك قاعد شوية ترغي وموجود وبتسأل أخبارها إيه. أنت بتعمل اللي عليك بس النمرة غلط. فالسيد المسيح في الجزئية دي قال لنا شوف اللي قدامك بيستقبل أنهي لغة، وحول لغتك تبقى شبهه لو همك أنك عايز تفرحه، يعني شوفه بيفهم أنهي لغة. وفي تلك الأيام إذ كان الجمع، ناخد جزء من الإصحاح التام. وفي تلك الأيام إذ كان الجمع كثيرا جدا ولم يكن لهم ما يأكلون، دعا يسوع تلاميذه وقال لهم إني أشفق على الجمع، لأن الآن لهم 3 أيام يمكثون معي وليس لهم ما يأكلون. بقى لهم كم يوم؟ 3. تخيل أنت طالع مؤتمر روحي، فبعد 3 أيام بقى يا جماعة أنتوا شكلكوا جعانين. يعني كانوا بينقنقوا باللي في إيديهم، بس غرضهم مركزين مع المسيح والكلام مشبع جدا ومش ملاحقين ومعجزات ايه، فبياكلوا اي حاجه بس اليوم يعدي. بس جه بقى السيد المسيح في وقت قال لا نجيب لهم بقى اكله سمك حلوه كده، الناس بقى 3 أيام ما اكلوش، يعني ما اكلوش وجبه يعني سخنه او وجبه مغذيه. يمكثون معي وليس لهم ما ياكلون، وان صرفتهم الى بيوتهم صائمين يخرون في الطريق. صائمين يعني مش واكلين كويس، لأن قوما منهم جاءوا من بعيد. فأجابه تلاميذه من أين يستطيع أحد أن يشبع هؤلاء خبزا هنا في البرية؟ لا بقى، احنا نفس الامتحان ونفس الإجابة، ما تزعلوش أو تستغربوهم، احنا نفس الكلام، واحنا برضو على يعني ربنا بيدينا دروس كتير واحنا ما زلنا بنسال نفس الاسئله. في الطريق عندما ذهبتم هل اعوزكم شيء؟ السيد المسيح قال مره كده للتلاميذ عشان يقول لهم ما تشيلوش هم تاني. في الطريق حينما ذهبتم هل اعوزكم شيء؟ لا يا سيد، خلاص ولا هيعوزكم شيء بعد كده. راجع كده من بدايه حياتك لحد دلوقتي، يعني ما كانش في أكل، ما كانش في نوم، ما كانش في أمان، ما كانش في كنيسة، ما كانش في كلمة ربنا، ما كانش في مجتمع حواليك، في كله متوفر. بس أنا ساعات الضلمة بتيجي من عندنا اللي بقفل، يعني كتر حزني ومضايقتي وكآبتي، لكن افتح واعرف أن ربنا موفر الأمور الجيدة لصالحك ولظروفك، زي ما ابتدى زي ما هيكمل. لكن احنا دايما بنسقط في نفس الدرس، غالبا اللي جاي وحش. ليه يا حبايبي؟ ما هو اللي جاي بيبقى دايما حلو. لا بس حصلت حاجات وحشه في حياتي. ايوه قد ايه يعني؟ في حياتك حصل مثلا 1000 موقف كبير، في واحد منهم طلع مش على دماغك فعلا ولغايه دلوقتي بتفكر تقول لا الموضوع ده ما كانش كويس وما كانش صح، والاختيار ده ما كانش مظبوط، او السكه دي ما كانتش صح وبعاني منها حاجه. بس في 999 مشوا كويس، يعني صح ربنا يلاقينا 999 في الوقت مبسوطين، وفي 1% متضايقين، بس مش ده الحقيقي، مش ده اللي بيحصل. احنا اغلب الوقت شايلين هم، ويعني ساعات بنرمي اتكالنا على ربنا، مع ان المفروض النسبه تبقى معكوسه.
ده حتى الواحد في المية اللي مضايقك هو مناسب لخلاصك بس مش مناسب لسعادتك، يمكن يعني مش على كيفك بس مش ضدك، ده لصالحك بطريقة أو بأخرى هتعرفها لما توصل السماء. فبنقع في نفس الاختبار، فما تتضايقوش من التلاميذ، هيقعوا في نفس المشكلة وبنفس الإجابة، وإحنا برضو حتة الطمأنينة زي ما بقول لكم، حتة تدبير الله للظروف، بنسقط في نفس الامتحان. خوفنا المتزايد على الكنيسة، حتى الكنيسة حبايبي ما لازم هتيجي يمين وهتيجي شمال وهتيجي ضربات وكل شوية يجي تشكيكات، هتبقى أكتر من أيام أريوس ولا أيام نسطور. نسطور ده كان بطرك، مش واحد من خارج الإيمان بيخبط في الإيمان بكلمتين نلم الدنيا، وواضح إن الدنيا جاية يمين وجاية شمال ونفهم الناس وخلاص اتفهمت خدعة الشيطان. لا، ده نسطور ده كان بطرك من جوه الكنيسة، ومش أي بطرك، ده بطرك القسطنطينية. قسطنطينية دي بتاعت يوحنا ذهبي الفم، دي بتاعت باسيليوس وبتاعت غريغوريوس ناطق بالإلهيات. قسطنطينية، نسطور ده كان بطرك القسطنطينية، وعمل نقلة بانحراف شديد، جاب كل نص الكنيسة جنبه ووداهم في دين حتة تانية خالص. لكن بنسقط في نفس الامتحان وكأن احنا اللي شايلين هم الكنيسة. حبيبي كان أبواب الجحيم لم ولن تقوى عليها، السياسة والاقتصاد مرة مع أبونا يوحنا بقول له أبونا الأيام دي فعلا الدنيا صعبة والدنيا غالية قوي، قال لي شوية شوية نقف جنب الناس يا حبيبي ونساعدهم. قلت له إيه بس كده، من يعني قول لي بقى كلام كبير بقى وأيوة وبتاع. قال لي بص، أنا الظروف دي أنا عديت بيها بتاع 5 6 7 مرات في حياتي، كان ما فيش أكل والفراخ في الجمعية مش عارف إيه، كل الكلام ده عدينا بيه، وساعتها نقول البلد مش عارفة تروح فين ولا في حاجة، الدنيا بتمشي كويس، ربنا بيحل الأمور يا حبيبي، يطمن الناس يعني أنا نفسي رايح بقى إيه يعني. فالناس التقيلة تقول لك مش هنسقط في الامتحان كل مرة بقى، يعني معقولة نفس الامتحان بنفس السؤال وكل مرة بنجاوب إجابة غلط؟ أو التلاميذ هيعملوا كده دلوقتي. إني أشفق على الجمع لأن لهم 3 أيام يمكثون معي وليس لهم ما يأكلون، وإن صرفتهم إلى بيوتهم صائمين يخرون في الطريق لأن قوما منهم جاءوا من بعيد. فأجابه تلاميذه من أين يستطيع أحد أن يشبع هؤلاء خبزا من هنا في البرية؟ فسألهم كم عندكم من الخبز؟ خلوا بالكم هنا إيه دخل في الموضوع على طول علشان إيه يفكرهم بالقبل كده. فقالوا له 7، يعني أكتر من 5 اللي فاتوا كمان. فأمر الجمع أن يتكئوا على الأرض، وأخذ 7 خبزات وشكر وكسر وأعطى تلاميذه ليقدموا، فقدموا للجمع، وكان معهم قليل من صغار السمك فبارك وقال أن يقدموا هذه أيضا، فأكلوا وشبعوا، ثم رفعوا فضلات الكسر 7 سلال، وكان الأكلون نحو 4000، ثم صرفهم. وللوقت دخل السفينة مع تلاميذه وجاء إلى نواحي دلمانوسة. فكل مرة الفاتت برضو ركب السفينة ورجع، يعني هي تاني بتتعد تاني، وكأن السيد المسيح ما بيزهقش ولا بيمل ولا بيغتاظ من التكرار في التعليم، ما يتضايقش. يعني ما فهموش في 5 خبزات والسمكتين، نعمل 7 خبزات وقليل من السمك بنفس السيناريو بنفس الكلام بالظبط، ولا ما يتضايقش، نكبرهم مش هيحصلش حاجة، احتمل انا وهما يتعلموا الدرس. زي فاكرين لما السيد المسيح في اوائل خدمته خالص لما راح لبطرس وراح قال له عندك سمك؟ قال له ما عنديش سمك. قال له طيب ادخل للعمق تجيب سمك، فدخل العمق واصطاد سمك، وقال له اخرج من سفينتي يا رب لاني انسان خاطئ. الكلام ده في لوقا 6. في يوحنا بقى اخر اصحاح قبل المسيح يصعد، بطرس راح واخد التلاميذ ورجعوا يصطادوا تاني. راح السيد المسيح جاي لهم على البر، ما يعرفوش ان ده المسيح، وكانه بيشوف نفس الحدث اللي من 3 سنين ونص، ايام ما كانوا لسه ما شافوش ولا معجزه ولا عارفين ده مين. فجالهم برضه هما مش عارفين ده مين،
قال لهم يا غلمان عندكم سمك؟ نفس السيناريو. قالوا لا ما عندناش. قال لهم طب ما ترموا الناحية اليمين كده. فرموا السمك، رموا الشبك، راحوا طلعوا سمك. قال لهم ايه رأيكم يبقى انا مين؟ قالوا له يبقى ربنا. قال لهم طب يلا تعالوا اعمل لكم اكله حلوه وعيش وسمك. نزلوا من السفينه لقوه مش محتاج السمك اللي معهم اصلا، هو عمل لهم سمك مشوي وعيش وقال لهم الاكله اللي بتحبوها بتاعت زمان بقى نقعد ناكل مع بعض. لو حد مكانه ومثلا واحد من الولاد بيخدمهم عشان يبطل مثلا عاده وحشه ولا حاجه بيشربها ولا، وبقاله بقى 3 سنين وبعدين جه بعد 3 سنين لا رجع لنفس الحاجه القديمه ساعتها يقول لا بقى ده ما فيش فايده ومش عارف. السيد المسيح كان بمنتهى البساطه لما يلاقيهم رجعوا يصطادوا تاني يقول لهم يا حوستي فيش فايده فيكم، يعني انا بقى لنا 3 سنين ونص بنهري في ايه؟ راجعين تصطادوا تاني؟ مش انتوا بقيتوا صيادين ناس؟ ولا الحاجه ولا يهمك اولاد، نبتدي من الاول تاني. عندكم سمك ما عندكمش؟ طب ارموا الناحيه اليمين. لقيتوا سمك برافو عليكم تعالوا ناكل بقى وعادي. وبعدين بطرس حس برضه انه ايه وحشة بايخة يعني، فجاه قرب منه كده فمن غير ما يتكلم راح المسيح قال له بتحبني يا بطرس؟ بحب. كانوش سير كان ناوي بطرس يقول له مش عارف اقول ايه يعني انا محرج بس يعني نيابة عن التلاميذ يعني احنا اسفين عن اللي بيطلع، ولا سابه يتكلم على طول بتحبني ارعى غنمي متقعدش بقى تمكت في اللي فات. السيد المسيح ما عندوش مانع انه يكرر معانا. عايز تقلد السيد المسيح اصبر، الناس ما بتتغيرش بسهولة ولا الطباع بتتغير بسهولة، ويبقى عندك استعداد انك تبتدي من الاول وجديد. المحبة اللي من ورا اللي بتعمله ده والتواضع اللي من ورا اللي بتعمله ده هو اللي هيغير الناس. المحبة والتواضع اللي من ورا ده. يا ما شفت ناس صبرين على ناس معاهم في البيت سنين فين وفين على ما يتغيروا ويجي حد كنت بصلي له يعني بعد كده راح السماء، فهو خلاص يعني في أيامه الأخيرة يقول لي مراتي دي ست قديسة وأنا عارف هي بتعترف عندي وأنا عارف قد إيه هي كانت في معاناة في البيت ده، هو شخصية كان يعني ناشفة حبتين 13 كده، بس يجي في الآخر وهيعرف يقول أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، وعلى حس الست دي طلعت الكلمة دي. صدقوني على حس الست دي، على حس محبتها واتضاعها وكانت زي ملاك معاه. طب وقعدت طول العمر مش شايفة ثمرة، المحبة لا تسقط أبدا، هيطلع ثمرة. في اعتقادي الشخص ده راح السماء بمحبة مراته بأمانة، وكانت لا تكل ولا تمل، هو نفس الطلبات. وبعدين لما كبر ابتدى الكلام يعيد ويزيد فيه هو عارفين، ولا يهمها وشغالة من أول وجديد زي العملة دي كده. السيد المسيح طويل الأناه جدا يا أحبائي معانا ومع أولاده ومع تلاميذه، هكذا يكون إحنا سلوكنا مع الآخر برضه. طول بالك على ابنك وعلى شريك حياتك وعلى الشخص اللي نفسك يتغير ويسيب الحاجات البايخة اللي متعود عليها. هيحصل، مش هيهمك يخش السماء يعني، محبتك وتضاعك دي هتدخله السماء إن شاء الله في آخر لحظة في حياته، بس أنت ما تكلش ولا تمل ولا تقفف، ما تقولش كفايه بقى صبرنا كتير وما فيش يوم حلو هنشوفه. الايام كلها ممكن تبقى حلوه لو اللي جواك فيه اتضاع وحب، حتى لو اللي بره فيه تثقل وضيقه قلبك يبقى شايفه حلو، وفي الاخر انت تفوز بالسماء وتوصل غيرك السماء. لالهنا المجد الدائم الى الابد امين.